حلقتنا النهاردة مشتركين كتير كلمونا عليها وعاوزين يعرفوا ويتعلموا ازاي نفرغ الحبر اللي موجود في الخزانات، وكمان ازاي ننظف الخزانات من الحبر اللي كان موجود فيها. والخطوات دي مطابقة للطوابع الكانون بيكسيما SG 1420 والجي 2420 والجي 2460 والجي 3420 والجي 3460. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نفرغ الحبر اللي موجود في خزانات الطوابع، وازاي ننظف مكان الحبر اللي موجود في خزانات الطوابع، وان شاء الله الحلقة تنال عجبكم. والخطوات دي بنعملها في حالتين فقط. اول حالة معانا انك مركب حبر خامته مش كويسة في الطوابع، فلازم انت تفرغ الحبر اللي موجود في الخزانات. والحالة التانية انك مركب لون مكان اللون التاني، يعني مثلا انت المفروض بتفرغ الحبر الاصفر هنا، لا انت مفرغه مكان الحبر الاحمر، او انت مبدل لون مكان لون تاني، فبالتالي لازم تتبع نفس الخطوات دي. اول حاجه بنعملها بنجيب 4 سرنجات زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ وانصحك انك تجيب السرنجه 20 مللي زي ما انتم شايفين كده، تبقى 20 مللي عشان بس في السحب الواحده تسحب حبر كتير، ونخلع منهم السرنجات يعني من غير ابر زي ما انتم شايفين كده. ولازم كل سرنجه تسحب حبر معين، يعني الاصفر ليه سرنجه، والاحمر ليها سرنجه، والازرق ليها سرنجه، والاسود ليها سرنجه، ما ينفعش اسحب واحده بجميع الالوان عشان ممكن الحبر ده احتاجه تاني. وبعد كده هتوقف عربه رؤوس الطوابع قدامك كده بالطريقه دي، وتبدا تفتحها للاعلى كده، وبعد كده هتخرج الهيد الاسود، تمام، والهيد الالوان عشان ما يقعش عليهم حبر. هتلاقي هنا زي لوك كده، طول ما اللوك ده معمول كده يعني جاي على اليمين كده، هتقدر تسحب حبر بكل سهوله. لو انت عامله كده الحبر مش هيتسحب معاك، لازم تعمله كده. لو هو جاي كده يبقى تمام، لو هو جاي كده يبقى لازم تعمله كده. وبعد كده بتيجي هنا، هتلاقي هنا الحبر الاسود، وهنا الاحمر، وهنا الاصفر، وهنا الازرق. طب هنسحب ازاي؟ اول حاجه هنسحبها اللون الاصفر. هنحط السرنجه زي ما انتم شايفين كده اهيت في اللون الاصفر هنا في المكان ده، ونبدا نسحبها كده اهي لحد ما السرنجه تتملى معانا اهي. اتملت، نفضيها بقى في اي حاجه لو انت عايز تحافظ عليه تاني، ونكررها مره تانيه لحد ما اللون يخلص من الخزان. اهو مره ثالثه. انا بقول لك استخدم سرنجه 20 سم عشان من مرتين ثلاث مرات تخلص الحبر اللي في الخزان، لكن لو استخدمت 5 سم او 10 سم هتقعد كل شويه تكررها ولا 10 مرات. وزي ما انت شايفين انا كده خلصت الحبر ده بالنسبه للحبر الاصفر. ونيجي للحبر الازرق، تمام اهوت. نحط السرنجه كده عادي جدا اهي، ونبدا نسحبها اهي لحد ما تتملى معانا، ونكررها مره ثانيه اهي. هي مره كمان زي ما انتم شايفين طلعت رغاوي جامد كده، معناه ان الحبر خلص او فضى من الخزانات كده. خلاص كده بالنسبه للحبر الازرق. ونيجي هنا للحبر الاحمر اهو، المكان بتاعه اللون الاحمر اهو. نحط الابره نيت، ونبدا نسحبه كده اهو. ونكررها مره كمان كده اهو، نكررها مره كمان لحد ما يطلع لي غاوي وانابيل كتير كده. يبقى انت كده فضيت الخزان اهي كده، الخزان خلاص خلاص طلع رغاوي كتير والخزان خلص. ونيجي دلوقتي لاخر خزان معانا، وهو الخزان الاسود، وده مكانه اهو. نحط السرنجه كده اهيت، نبدا نسحبه. نكررها مره كمان كده اهيت، مرة كمان مرة كمان. نكررها مرة كمان لحد ما نخلص الحبر اللي موجود في الخزان. لازم تبقى عارف ان الخزان الاسود بياخد حبر اكتر من الالوان التانية، ان هو 125 مللي على ما اتوقع. مرة كمان اهوت، او زي ما انتم شايفين كده لما يطلعش حبر او يطلع رغاوي كده معناه ان الخزان فضى منه الحبر.
تمام كده. وزي ما انتم شايفين انا فضيت الحبر اللي موجود في الخزانات، الاصفر فضى خالص اهوت، والاحمر والازرق والاسود، ودي الازاز اللي انا جمعت فيها الحبر اللي كان موجود في الخزانات. طب دلوقتي عايزين نعرف مع بعض ازاي ننظف الخزانات من مكان الحبر اللي كان موجود في كل خزان. الموضوع بسيط، اول حاجه هتجيب ميه كده، والميه دي من الحنفيه ولا سخنه ولا ساقعه، ميه عاديه جدا من الحنفيه، مش شرط ولا ميه سخنه ولا ميه ساقعه، تمام. وهتجيب اي حاجه فاضيه كده تحط فيها الميه اللي نازله من الخزانات، وهتجيب الاربع سرنجات اللي انت سحبت بيهم الحبر، وهتجيب الاربع سنون او الاربع الابر اللي كان موجود في السرنجات عشان هنستخدمهم المره دي. وعلى سبيل المثال عايز انضف الخزان الاصفر ده، هجيب السرنجه وتحطها في الميه وتسحب الميه كده ايه لحد ما تملى السرنجه، تمام. وبعد كده هتركب السن عادي جدا اهوت، ونيجي نفتح الخزان كده الاصفر، تمام. هتلاقي حوالين الخزان كده في زي اخرام، هندخل السن منه كده واحده واحده بس من غير ما تخرمه اهي زي ما انتم شايفين، ما تحطهاش لحد الاخر عشان ما تخرمش الجوانب بتاعت الخزان وتبوظ الدنيا. ونبدا نفرغ الميه ونكررها مره ثانيه لحد ما الخزان يتملى بالميه اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد ما مليت الخزان بالميه هنيجي عند المكان اللي فيه الاصفر ونبدا نسحب منه الميه اللي موجوده في الخزانه اهي، ونبدا نفرغ الميه دي في العبوه اللي انت جبتها فيها عشان نفضي فيها الميه، ونكررها مره ثانيه لحد ما نخلص الميه اللي موجوده في الخزان. هي عمليه متعبه شويه بس دي العمليه الوحيده اللي تقدر تفضي فيها الخزان. اهي كده فضيت الخزان، نبدا نكررها مره تانيه نفضي الميه في الخزان تاني اهي. ونبدا نسحب الميه اللي حطيناها في خزان الاصفر اهي. طول ما اللون اصفر كده يبقى الخزان لسه ما تنضفش كويس، واهم حاجه تركز على اللون الاصفر بالاخص لان هو لون فاتح، اي نقطه بتلمسه غير الاصفر بيبوظ اللون بالكامل، بعكس الوان الغوامق اللي موجوده في الطبعه زي الاسود والاحمر والازرق، دي الوان غامقه، لو اي نقطه لمسته مش هيحصل اي مشكله، لكن اللون الاصفر بالاخص اي نقطه غريبه تلمسه اللون بيبوظ خالص. تقعد تكرر العمليه ديت لحد ما تنضف الخزان كويس جدا. زي ما انتم شايفين بعد كم مره من تنظيف الخزان الاصفر بدا يطلع ابيض زي ما انتم شايفين كده، معناه ان الخزان اتنضف زي ما انتم شايفين اهو كده. تاني مره اهو الميه بيضه من الصفرة خالص كده، الخزان نضفت منه الحبر. تقدر تضيف الحبر اللي انت عايزه دلوقتي في الخزان الاصفر، ونفس الخطوات دي هتكررها في كل خزان واحده واحده بدون ما تبوظ اي حاجه اهي. اول ما طلع الشكل ده كده معناه ان الخزان خلص منه الميه. وزي ما انتم ملاحظين ده الخزان الاصفر بعد ما نضفته من الحبر اللي كان جواه. بتقدر تكرر العمليه دي في اللون الاحمر واللون الازرق واللون الاسود، وتمشي خطوات واحده واحده بدون تسرع عشان ما يحصلش اخطاء او مشاكل تانية في الطوابع. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى انه نال اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.